جوائز ثقافية حاجة متميزة أولا لأنها استثنائية، وجائزة دي بقى لها 15 سنة بتروح لأفضل أعمال في مجال الرواية والقصص والنص المسرحي والسيناريو السينمائي والنقد الأدبي، وبتروح لكبار الكتاب والأدباء، وبتروح أيضا للشباب، فهي جائزة مهمة جدا. الحقيقة بهرت يعني من المؤسسة ثقافية اجتماعية وبتدي فرص للشباب ماهر يعني في الدراما وفي السينما وفي السيناريو وفي الحاجات دي. في مصر مليئة بالمواهب، بس عايزة اللي يكتشف، عايزة اللي يطلعها الطريق السليم والصحيح. انت شايف الجوائز الثقافية والأدبية دي ازاي؟ لا طبعا ده محفل فني وثقافي محترم جدا جدا، يعني كلنا بنسقف للاستاذ نجيب ساويرس والاستاذ سميح ساويرس وكل اللي قاموا اللي كانوا قائمين على الموضوع انه يطلع بالشكل المشرف يعني المتتابع ده، لان احنا بقى لنا 15 سنه بنعمل كده. بالنسبه لجائزه ساويرس الثقافيه فدي حاجه انا بحترمها جدا جدا ليهم، بقول لهم بجد شابوه على المواهب والحاجات الحلوه قوي اللي بتتقدموها لنا. انا شايف ان هي حاجه حلوه قوي، واحنا محتاجين ده دلوقتي علشان الشباب اللي موجود النهارده عندهم مواهب كتير، محتاج اللي يطلعهم، محتاج اللي هو يظهر اللي جواهم. فانا شايفه بجد مؤسسه نجيب فعلا حاجه هايله جدا ان هي تعمل حاجه زي كده، بتساعد الشباب وبتساعد الناس برضو الكبيره اللي هم ذو خبره، ان يبقى في لقاءات ما بينهم وفي ترابط ما بينهم، بحيث ان هو شباب النهارده بدل ما بيبقى قاعد في حته ما فيش حاجه، حد بيطلع مواهب وما حدش بيطلع القدرات الداخليه اللي عنده، المسابقات والحاجات دي بتطلع الكلام ده. شايف ان ده حدث ثقافي مهم جدا، وبشكر عائله ساويرس ومؤسسه ساويرس الثقافيه على انها تبنت هذا الحدث لمده 15 سنه. سعيد النهارده بحاجه ان كل لجان التحكيم كانت بتقول ان كان عندهم اكتر من 60 روايه وكلهم كويسين جدا، فانا اطمنت واتبسطت قوي، وده في المسرح وده في النقد الادبي وده، فالنهارده انا اتبسطت. لكن اهميه الجائزه هنا انها بتلقي الضوء على كاتب ممكن الناس ما تبقاش عارفه عنه حاجه، فبيوصل هذا الكاتب للناس حتى ولينا احنا كصناع بندور احيانا على مواضيع جديده. فانا كنت بسجل النهارده كل حاجه بتحصل علشان عايز اجيب الروايات اللي كسبت دي علشان اقراها، ان شاء الله ده هيحصل، فده وصلني بشكل شخصي ويا رب يوصل للناس. انا سعيد ان انا موجود، سعيد ان انا شاركت بتقديم جائزه لاحد الموهوبين، وهم كانوا 2 في العمل المسرحي. هيفضل دايما الفن والثقافه والادب هو قوه مصر الناعمه، وهتفضل مصر دايما هي معهد الحضارات والثقافه. كانت معاكم اسراء المليجي، حضره المواطن، الحدث اليوم.